مشاهدين ساعة مع نيبال، احنا النهاردة موجودين في مكان يعني اعتبر ان شرف لينا ان احنا نبقى موجودين فيه النهاردة. احنا كتير قوي بنشوف فيديوهات على السوشيال ميديا ان شباب بينزلوا الشوارع وبيساعدوا المشردين اللي موجودين، لكن كتير برضو مننا ما يعرفش مين الناس دي ومين اللي وراهم وايه فكرهم وازاي هم بيعملوا ده. احنا النهاردة موجودين في مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، والمؤسسة دي في الحقيقة بتعمل عمل إنساني يعني يقدر ويحترم، وكان جدير ان احنا لازم نكون النهاردة موجودين عشان ننقل الصورة من داخل المؤسسة. مين الناس دي؟ ايه اللي بيعملوه؟ ايه الهدف من اللي هم بيعملوه مع المشردين الموجودين في الشوارع؟ ازاي بيقدروا يهيئوا انسان من انه حالة الضياع اللي بيكون فيها انه يرجع تاني ويأهلوه انه يرجع تاني للحياة ويعيش حياة فيها آدمية وحياة طبيعية؟ ايه رأيكم ندخل مع بعض ونشوف مؤسسة معانا لإنقاذ انسان؟ مساء الخير يا عم محمد. اهلا. مساء الخير. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انت مشهور قوي هنا عم محمد. والله عشان كلهم بيحبوك. ربنا كرمني بالاستاذه استاذ محمود. انا كنت مريض وقعدت فتره كبيره قبل حياتك ما يقوش منها، يعني كنت عيان. جيت هنا ازاي؟ لما انا تعبت اروح كل مستشفى اقول لك حياتك ما يقوش منها. طب ليه اموت يعني؟ طب عاوز نقلي دم، حتى تعرفش حد يجيب لك نقلي دم؟ مفيش حد الا ربنا. وانا عايش طول عمري بره، وانا عندي 17 سنه بره. قاعد دلوقتي في مكان في شقه وقاعد تعبان بقى، ما لقيتش بقى علاج ولا لقيتش حاجه. ايه اللي عملوه لك هنا؟ بقى جيت هنا حاج سيد، يعني الحاج سيد يعرف البشمهندس، حاج سيد يعرف البشمهندس. عشان يقعد يعني. عشان تبقى قاعد مرتاح. يعرف الاستاذ محمود ويعرف يعني هنا قد انت دلوقتي قاعد لوحدك ومريض. مين هيخدمك؟ مين هيجيب لك الاكل؟ مين هيسيبك هدومك؟ مين هيعالجك؟ فعلا صحيح بجد يعني. يعني كده ميت زي ما قالوا لي دكاتره. حياتك ما يقوش منها. وجابوا لي كفن. كمان. اقسم بالله جابوا لي كفن. وهنا حد في الجامعة. والله او ربنا كمان شرف يعني. فجه الحاج السيد يعرف الاستاذ محمود. يعني حبيبه عم عوض اترحبوا بيه، والشيخ محمد ده قاعد لوحده تعبان ومريض. قالوا احنا خدامين. فجيت هنا وقعدت مع الاستاذ محمود، وكانت لسه الشباب ما جاتش. جت بعد منها بقى. يعني جت بعد استاذ محمود. لقيت رعايه بقى هنا كده. فتحت هنا ازاي بقى؟ اما خدت العلاج وربنا كرمني واستريحت،
فلقيت هنا في حنان، في رحمة، في روح. ما يعني نصلي وبقيت الناس أجيبها. أنا على فكرة بنش الديني محمود ابن ياسين صور معايا هنا وجاء عمل شغل معايا برضه. عادة نشي. لا ده 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 انت ليك شعبيه كبيره قوي في الدار وكل الناس بتحبك. ده في حتى بيقولوا صوتك حلو. بيقولوا صوتك حلو. ما سمعك. طب يلا وريني. لا ما احكي لك حكايتي بقى. طب قول لك حكايتي. فانا جيت هنا قعدت قابلتني استاذ حنان ومهندس وكان عندنا واحد اسمه سماح وقعدنا مع بعضينا قعدنا يعني زي الاهل يعني هنا زي الاهل. الدكتورة أمل بقت تجيب العلاج تكشف عليا بالليل والضغط يتقيسه بالنهار والليل وكل حاجة أخدها. ابتديت أردي صحتي. أيوة. خدت أكياس دم وانبسطت جدا جدا ولقيت نفسي اشتديت 2000 يعني عندي دلوقتي من 2000 شوف كم سنة؟ 3 سنين. ثلاث سنين. أنت عندك كم سنة يا محمد؟ عندي 84 86 83 سنة. ما شاء الله. بالتاريخ بالظبط. العمر كله يا رب. العمر. وعملت عيد ميلاد هنا. كمان. وطلعت في التلفزيون. كمان. والناس جابوا هديات من غير ما أعرفهم. ما عزمتنيش بقى أنت. والله العظيم جابوا لي هديات قبل ما أنا ما أعرفهمش. بقى جوني وحاجين على قد وأنت شبه بابا وأنت كده. المهم يعني جيت قعدت هنا بقى وخدت علاج وانبسطت وكل الأخوة فوق. يعني طبعا النبي بيصبوا ونقعد مع بعضينا تلفزيون فوق وتلفزيون تحت واخر انبساط يعني هنا نسيت بقى كل حاجه بعت الشقه بعتها. انت ما عندكش ولاد يا عم محمد؟ لا ما اتجوزتش. ما اتجوزتش؟ انا راهب ما شاء الله. ما اتجوزتش. ما اتجوزتش والله بجد والله. كنت انا يعني اعوذ بالله من كلمه انا كنت بحب الشعراوي. وإذا غلط بروح الهرم بروح معاه هنا كان في الاستاذ حسين اطلع من الجامع اروح له. الشرطه تحت تكلمه خليه الشيخ محمد يطلع اطلع. وحزنت عليه اكثر من اهلي. لا يعني انسان كذبه. وجيت هنا ربنا كرمني وقعدت هنا جت الاستاذه شيماء شوفي اصوارها معايا هنا مرحبا بيا وشوفني تاخدني كده بالحضن. انت شبه بابا وفعلا هنا عم هتشوفي كلها توأم. يحترموني جدا 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 عشان انت راجل جميل. الله يخليكي. وهنا اي حد يتخانق بس يزعلوا بس يقعدوا مع بعضهم اصبحهم يجيبوا كوتشينه يلعبوا. هنا عم زي النبطش بالليل كله يتفرج على التلفزيون. الله عليك يا عم محمد. والله بجد بجد والله. تعرف ان انا حبيتك جدا. وانا حبيتك والله. والله انا حبيتك جدا. اقسم بالله انا حبيتك بروحي مش بجسمي. يا روحي روحي على عندهم روحي نظره منك تدمج روحي. ايه الغزل ده؟ ايه الكلام ده؟ شعر ده عشان فيك بقى. طب انت بتقول بقى ان انت صوتك حلو وبتنشد وكده صح؟ انا بروح لحسين سيدة زينب سيدة عائشة أبدين بطلع وفي زي حضرتك بيجوا يتبرعوا ويفتحوني. وسيدة الشماعة خدتني برضه ورحت حسين وصلينا هناك وجينا بالعربية بتاعتها والله. وشدنا نفيسة برضه بتيجي ناس هنا تاخدني توديني وجبني بالعربية بتاعتها. وفي ناس بقى يعني محبين لله يعني بتوع ربنا. أحب أهل البيت أولا بقى. وبيصعب عليا لما اسمع قران اعيط ومش عاوز اي حاجه في الدنيا. وانت راجل جميل. مش عاوز اي حاجه في الدنيا. اذا ربنا رضي عليا بعيش عيشه مع الناس الحلوين دول. انت جميل. يعني كل حياتي كانت عذاب. يعني انا في جميع البلاد اللي خلقها ربنا. ورحت الحج واستفاده رحت جميع الدول بحرين وقطر والعراق انطبت فيها كمان هناك. كنت يعني انا جماعه بتوع طف النور وبتوع دولت يعني كنت بمشي معاهم يعني برضه بره يعني وشك كتير في الدنيا وربنا كرمنا والحمد لله هنا. طب بتقضي يومك بقى بتقعد تنشد لهم ايه؟ نعم بتنشد لهم ايه؟ بقى سمعناك حاجه احنا كده خلصنا من التعب وال والحاجات بقى عايزين نضحك الحاجات الحلوه بقى. ايوه كده. طيب هتسمعنا ايه؟ هتقول ايه؟ سارة هتيجي النبي ده لو سمحت. يلا يا سامي بلاش تطلع عشان تطلع بتعمل هيصة. يعني الدنيا مفاتة. يعني انت لما جيت الدار يا عم محمد
حسيت ان الحياه مختلفه؟ هنا في جاي خايف تشوفيه شكله زي تحت القطر جايبينه مسجون يعني حاله بدات منها جه هنا بقى هاي بص لنا كده زي مستغرب هو طبعا قاعد على الرصيف وقاعد تحت الكوبري وبتاع فبيجي هنا احنا نديله روح يستحمى ويحدقوله ويقعد معانا ياخد على كده قلت له اطلع بره مش هيطلع الاول كان عاوز يطلع بره مش طايق يقعد بس لما استجدنا سوا قعدنا ولا الروح بتحبه ماما في بره اشباح هنا في ارواح ايوه على ايه؟ ايوه صح عشان كده بقى انا يعني ان شاء الله ربنا زي ما تقولي ايه احب كل واحد تعبان بحب اقول له جربت التعب ايوه بعد الراجل واحد عيط عملت بدر زي ما انت شايفها وعمليه المراره بقى لك قد ايه في الدور؟ عامل جاهز بقى لي سنه ونص سنه ونص عامل جاهز بس ما اقدرش البسها عشان خاطر عندي جرح انا في رجلي انا في رجلي جرح قبل السنه ونص ده كنت فين؟ قبل السنه ونص كنت في شبرا في شبرا؟ فين؟ قاعد لوحدك ولا انت متجوز مع عندك اولاد مش متجوز؟ لا ولا ليك اخوات ولا ليك اي حد؟ ولا ليا حد غير ربنا طب انت ازاي جيت هنا؟ ولاد الحلال كتير هم اللي دلوك على المكان؟ طيب وبتقضي وقتك ازاي في الدار؟ مبسوط؟ الحمد لله مبسوط ان ان انت عندك صحبه ومعاك ناس وناس بتراعيك مبسوط طبعا بتعملوا ايه كل يوم ايه اللي انتوا بتعملوه ايه اللي بنعمله يعني عادي علينا زي ما انت شايف بتقضي يومك ازاي بتصحى تعمل ايه بتقضي يومك ازاي بتقعدوا تعملوا ايه في حاجات بتعملوها نشاطات بتتفرج على التلفزيون بنتفرج على التلفزيون يعني انا جاي بنتفرج على التلفزيون احكي لي كده قول لي بنقعد نتفرج على التلفزيون وانت صحيا احسن دلوقتي الحمد لله ايوه هنا احسن من الشارع بكتير يعني انت حسيت ان انت هنا حاسس ان حواليك ناس ان في حد بيراعيك وصحيا افضل وكل حاجه هنا حلوه شكرا يا عم محمد وانا مبسوطه قوي ان انا موجوده معاك النهارده وانا قابلتك ويا رب دايما اشوف الابتسامه الحلوه دي بركه باشمهندس محمود والاستاذ شيماء والاستاذ ساره يعني ان شاء الله بصراحة. دايما في خير في بلادنا ان شاء الله يعني هم عملوا حاجه انا بقول عليها ان هم صناع السعاده يعني ازاي ان هم يقدروا يغيروا الحياه بالشكل ده بالشكل اللي انا شايفاه ده حاجه حقيقي تتقدر وتحترم شكرا يا محمد واكيد هشوفك تاني ماشي احنا دلوقتي موجودين في مكتب رئيس مجلس اداره مؤسسه معانا لإنقاذ إنسان الأستاذ محمود وحيد يعني أنا سعيدة جداً أن أنا موجودة مع حضرتك النهاردة وشرف لينا أن أنت تبقى موجود النهاردة معانا في ساعة مع نبال وبشكرك في البداية على حسن الاستضافة والترحيب اللي احنا شفناه من أول ما دخلنا من مؤسسة نحن سعداء أكتر وبجد شرف لينا وجودكم معانا النهاردة وياريت تبقوا معانا على طول تزوروا أكيد. أهالينا في المؤسسة بجد هم اتبسطوا جدا جدا من الجولة بتاعتكم داخل الدار وياريت تتكرر الزيارات دي اسمح لي يا أستاذ محمود عايزة أسأل في البداية الفكرة دي جات لك زي الحاجة اللي أنا شفتها دي من أول ما دخلت من البوابة بتاعت المؤسسة الفكرة نفسها اتولدت ازاي؟ الفكرة اتولدت لما شفت مسن مشرد في الشارع وحاولت أساعده وما لقيتش أي كيان في مصر بيساعد أهالينا المشردين بلا مأوى فحسيت بألمهم وحسيت يعني العذاب اللي هم بيشوفوه في الشارع فقررت أنا ومجموعة من الأصدقاء إن احنا نعمل لهم كيان مخصوص يساعدهم هم إن هم يعيشوا حياة كريمة ونقدم لهم أبسط حقوقهم في الحياة إيه الخطوات اللي عملتوها؟
يعني احنا كمبادره بقالنا 7 سنين. اول خطوه كان فيها صعوبات كبيره جدا الترخيص، لان ما كانش موجود في مصر ترخيص للفئه دي، والحمد لله ربنا كرمنا ووزاره التضامن الاجتماعي ادتنا ترخيص رقم 1 في تاريخ مصر، ودي كانت بالنسبه لنا انجاز كبير جدا جدا بعد معاناه طويله. إن المؤسسة الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط لإنقاذ إنسان، معاً لإنقاذ مظبوط. وهي هل بالفعل هي فعلاً الوحيدة اللي موجودة؟ ده حقيقي، وإحنا بيتواصل معانا يعني بعض الأشخاص من الوطن العربي عشان يعملوا نفس الفكرة بتاعتنا في مثلا دولة السودان، في الجزائر، في المغرب، حابين يطبقوا الفكرة عندهم. موجودة بس في القاهرة؟ موجودة. احنا فروعنا يعني لينا 4 فروع في مصر. مش موجودة في المحافظات التانية؟ لا، احنا عندنا فرق انقاذ في جميع محافظات مصر، يعني احنا بناخد حالات من اسكندرية لأسوان، بس الفروع بتاعتنا او الدور اللي بيعيشوا فيها اهالينا موجودين في القاهرة كلها. انتوا بتوصلوا ازاي ليهم؟ يعني هل في ناس بتقول لكم ان في مشرد موجود في الشارع الفلاني او كذا، ولا انتم اللي بتبحثوا عنهم بتدوروا عليهم؟ احنا عملنا طفرة في المجتمع وسلطنا الضوء على الظاهرة دي لحد ما بقى عندنا 250 ألف متطوع على مستوى مصر كلها من اسكندرية وأسوان. ال 250 ألف متطوع دول أي حد بيشوف أي حالة موجودة في الشارع بيصور الحالة وبيبعت لنا الصورة والعنوان بالتفصيل، وبيتحرك فريق الإنقاذ لإنقاذها ونقلها في الدار. بتبقوا إزاي؟ يعني هل بتبقى الفريق ده بيبقى مكون من أطباء، من ناس ممكن الناس دي يبقى عندها مرض عقلي مثلا؟ هل هم بيبقوا مدربين ازاي هيتعاملوا مع الحاله اللي قدامهم، ولا انتوا بيبقى عندكم معلومات قبل ما تروحوا تاخدوا الحاله؟ هو اولا احنا بنعمل بحث حاله قبل ما بناخد الحاله، عشان ما ينفعش ناخد حاله عنيفه تبقى داخل الدار فيؤذي نفسه او يؤذي زمايله داخل الدار. اما فريق المتطوعين اللي موجود ده بيبقوا اشخاص عاديين، مش شرط تماما ان هم يبقوا دكاتره، وبيبقوا واخدين تدريب بسيط جدا ازاي يتعاملوا مع الحاله، ازاي يحافظوا على الحاله ويحافظوا على نفسهم من اي خطوره يقابلوها. طبعا اكيد الناس دي طبعا بتبقى يعني في الشارع واخده على الحركه بشكل معين، زي ما قلت لحضرتك ممكن تبقى عندها مرض عقلي. في بعد ما بتجيبوهم هنا بيبقى في تأهيل معين نفسي علشان يقدروا يتعاملوا مع الحياة تاني؟ لو فكرة ان الانسان عنده حالة ضياع او بلا هوية او مش عارف هو مين ولا هو عايش ليه وبياكل من الشارع وعايش بشكل مش ادمي، وبعدين فجأة يبقى موجود في مكان له نظام وبتعلموه قواعد معينة، ازاي بتعملوا التأهيل ده عشان ترجعوا الحياة؟ احنا كل المتابعين اللي بيتابعونا بيفكروا بمجرد ما دخلت الحالة عندنا الدار فكده انتهت الحكاية. لا بالعكس، هي مجرد دخولها الدار هي ابتدت الحكاية. احنا بنبدأ معاه، في عندنا اخصائيين اجتماعيين واخصائيين نفسيين ودكاترة نفسيين لتأهيله وإعادة دمجه مرة أخرى في المجتمع، لأن شخص موجود في الشارع بقاله عشرات السنين أكيد اكتسب سلوك يعني خاطئة، فإحنا بنحاول نعدله سلوكه، بنحاول إن إحنا نعمله دمج في المجتمع مرة أخرى إذا كان كمان شاب. يعني بنهتم أكتر بالشباب لدمجها وإعادتها أعضاء منتجة في المجتمع مرة أخرى. أما كبار السن بنهتم أكتر برعايتهم وصحتهم وإن هم يعني يكرموا في آخر حياتهم. وبيبقى في استجابة منهم يعني، ولا دي بيبقى فيها صعوبة شوية؟ إحنا بيكون عندنا 3 فئات في الشارع. فئة المتسولين، ودول بيكونوا بيمتهنوا التسول، ليهم أسرة وبيت، بس دي وظيفتهم إن هم بيشحتوا في الشارع فدول مش هدفنا تماما. الفئة التانية اللي بنقابلها هي المرضى النفسيين، ودول قسمين، قسم هادي وقسم عنيف. القسم الهادي احنا بنقدر ناخده داخل الدار وبنتعامل معاه وبنوصل معاه لنتائج كويسة جدا. اما القسم العنيف بنكتفي ان احنا نعالجه او نساعده خارج الدار، لان وجوده داخل الدار في خطورة على حياته وعلى حياة زمايله.
الفئة الثالثة والأخيرة هي فئة المشردين بلا مأوى كبار السن، وهي دي اللي أنشئت المؤسسة من أجلهم، ودول بيبقوا ناس كبار سن لا حول لهم ولا قوة نتيجة مرض نفسي أو مرض عضوي أو ظروف اقتصادية، بقى موجودين في الشارع وغير قادرين على رعاية نفسهم. في منهم يا أستاذ محمود بالفعل تم تأهيلهم بشكل سليم بالفعل، خرجوا للمجتمع تاني وعاشوا حياة طبيعية بالفعل. احنا رجعنا عشرات الحالات، وفرنا لهم فرص عمل. مش شيء سهل طبعا، مش شيء سهل. التأهيل النفسي مش حاجة سهلة، ان انت ترجع انسان تاني للحياة بعد ما كان فقد هويته. احنا عندنا فريق عمل كبير جدا، هو عايش عشان يعمل ده، ان هو يدمج الاشخاص وخصوصا الشباب زي ما ذكرت. وبالفعل قدرنا ندمج عشرات الشباب في فرص عمل. لا ده بالفعل كمان احنا عملنا من شهر اللي فات فرح جماعي لحالات كانت موجودة عندنا في الدار، وقدروا ان هم يتزوجوا ويفتحوا بيوت وبقوا اشخاص طبيعيين تماما. ده غير ان احنا رجعنا 314 حالة لأسرهم كانوا تايهين منهم، ودي برضو خدمة احنا بنعملها. لما بننقذ حالة وبننظفه وبنرجعه لهيئته الطبيعية، بننشر عنه في صفحات المفقودين، فبنقدر نوصل لأهليهم. معظم المشاكل اللي شفتوها في المؤسسة مع الأشخاص دي كانت ايه كان السبب الاساسي وراء ان هم تركوا؟ يعني لو قلنا الفئه اللي بتسيب البيت او تمشي وتنزل الشارع وما ترجعش لاهليهم تاني، كان ايه الاسباب اللي وراء ان هم ياخدوا قرار زي ده؟ في اسباب كتيره. سبب وجود الناس دي موجوده في الشارع هي منها جحود الاهل والابناء، منها المرض النفسي ومرض الزهايمر. في ناس كتير بتخرج من البيت بتنسى بيتها فين، فما بتعرفش ترجع تاني، ما بتلاقيش غير الشارع بيت ليها. يا ريت تقولي على فوزكم في مسابقة صناع الأمل اللي انتم اخدتوها في دولة الإمارات. والله يعني ده دي تجربة كانت يعني جميلة جدا جدا جدا، وكان تكريم من عند ربنا. طبعا هي كانت مسابقة عالمية، وكان فيها 87,000 صانع أمل، والحمد لله قدرت أخد المركز الأول. وده مش عشان أنا أفضلهم، لا ده توفيق من ربنا، وعشان إخلاصي مع الحالات ودعواتهم ليا. وبجد فوزنا الأكتر من أني نفوز بجائزة صانع الأمل، أني شخص يخش عندنا مدمر وفاقد الأمل ويطلع عنده أمل وعنده حياة جديدة. أنا شفت أستاذ محمود إن كل الدار بيحبوك. عم محمد قاعد برا اتصاحبت عليه بقى وبقينا أصحاب، وقاعد يحكي لي عنك وعن الإدارة وعن اللي انتوا بتعملوه في الدار. أنا يعني حقيقي حقيقي من قلبي سعيدة إن أنا موجودة النهاردة في مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. سعيدة ان يكون في شاب زي حضرتك عنده الفكر ده والتحضر ده. بقولها من قلبي ان فعلا مصر لسه بخير، وان الناس اللي عمالة تقول ان الدنيا بقت مش حلوة، ومش هي حلوة بينا، حلوة بفكرنا، حلوة بطموحنا، حلوة بالخير اللي احنا عايزين نحط ونسيب بصمة. في جملة دايما بقولها ان اجمل حاجة في الدنيا ان الانسان ما يخرجش من الدنيا زي ما دخل فيها. دخلنا بلا اسم بلا هوية، فلما نخرج يبقى سيبنا بصمة تقول ان احنا كنا موجودين في يوم من الايام في الحياة. انا بشكرك بجد. شكرا لحضرتك. بشكرك ان انت خليتني النهاردة اعيش التجربة دي واشوف ده بنفسي، واحس باحساس خاص جدا حسيته ناحية كل واحد اتعاملت معاه من اول ما دخلت الدار. بشكرك جزيلا وبشكر وجودك معنا في ساعة معنا. شكرا لحضرتك. شكرا لك. احنا موجودين دلوقتي في مكتب الأستاذة شيماء وحيد السكرتير العام لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. أهلا بيكي.
اهلا بيك استاذه هند، نورتينا. يعني انا سعيده قوي وبقولها كتير من ساعه ما دخلت المؤسسه ان انا موجوده النهارده معاكم وبعيش اليوم ده معاكم. حققتوا حاجه داخليه ليا انا شخصيا نيبال، وسببت لي سعاده خاصه، فانا بشكركم في البدايه على السعاده اللي انتم عملتوها جوانا النهارده. عفوا، انت اللي نورتونا والله النهارده. قولي لي بقى انت دورك ايه بالظبط؟ انا دوري ايه؟ المفروض ان انا بشرف على الدور كلها. تمام. احنا عندنا 3 دور، عندنا هنا واحد في الدقي اللي انتم موجودين فيه حاليا، وعندنا تمام. 2 دور في الهرم، دور سيدات ودور للرجال. المفروض اشراف عام على الدور. استاذه شيماء، بتتابعوا الحالات ازاي في الدور؟ احنا طبعا عندنا هيكل وظيفي كامل لمتابعه الحالات. عندنا تمريض اقامه، مقيمين موجودين في الدار، ده كل فرع ليه التمريض بتاعه. تمام. وعندنا اخصائيين اجتماعي ونفسي، عندنا دكاتره بيجوا لنا شيفتات على مدار الاسبوع. ده كله بيبقى تطوع ولا ناس بتشتغل جوه الدار؟ في لا، كل الهيكل بتاعنا الوظيفي كله مش تطوع موظفين. لكن انتوا بيجي لكم ناس متطوعين؟ يعني بيجوا ناس، هل ممكن اطباء يجوا مثلا انهم عايزين يبقوا متطوعين انهم يجوا الدار من فتره للتانيه؟ بيجي بس ما بيبقاش باستمرار، يعني احنا مثلا طبعا الناحيه الطبيه دي بالذات لازم يبقى دكتور متابع للحاله. تمام. لان بيجي لي دكتور متطوع بيجي مره يكتب علاج للنزله، يجي مره تانيه ما يجيش، ما بيبقاش فيه التزام قوي. غير ان هو بيبقى جاي باجر، فبيبقى عنده التزام ان هو بيبقى متابع للحاله وعارف كمان الخطه العلاجيه بتاعتها من A to Z، الحاله كانت ايه ووصلت لايه ومحتاجه ايه. فده بيبقى محتاج اهتمام اكتر وتفرغ اكتر، فده ما بتلاقيهوش قوي لان انت ما بتقدريش تجبري المتطوع. عنده وقت فراغ بيجي، ما عندوش وقت فراغ فما بيجيش. بس اعتقد ان اختياركم حتى لفريق العمل اللي يكون موجود في المؤسسة لازم يكون مؤهل بشكل معين، لان طبعا اكيد الحالات اللي هي يعني بتدخل الدار بتبقى حالات خاصة، فلازم هم كمان يكونوا مدربين بشكل عالي يعني علشان يعرفوا يتعاملوا مع الحالات. بصي، هي الفكرة كلها الحمد لله احنا القصة مش صعبة زي ما انت متخيلة. اشرحي لنا. الفكرة كلها انت محتاجة من فريق عمل يكون عنده رحمة. طبعا محتاجين ناس بروفيشنال عشان غيار الجروح، وعندنا ناس بتيجي من برة بتبقى يعني معدمة. أيوة. ما معناه مهلهلة داخليا وخارجيا طبعا، فبتبقى محتاجة إعادة تأهيل. الأول حاجة بنشتغل عليها طبعا الناحية الصحية، بنحاول نشوف كل الجوانب الصحية بتاعته، بنحاول نتلاشى كل الكلام ده، والحمد لله أول ما بتبدأ الحالة إن هي تستعيد صحتها تاني بنبدأ نشتغل بقى نفسي. الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، مجرد إن أنت تدمجيه إزاي يعيش مع الناس كمان في الدار. في صعوبات بتقابلوها؟ يعني في ناس طبعاً بتبقى رافضة انها ترجع للحياة تاني؟ مش رافضة ترجع للحياة، هي مش عارفة ترجع للحياة، هو نفسه يرجع للحياة بس مش عارف يرجع للحياة، فلازم يبقى في ناس ياخدوا بإيديل ده. وده طبعا بيبقى دور كبير جدا على الاخصائيين. عشان كده استاذه شيماء انا سالت، قلت ان الناس اللي هم بيبقوا متواجدين بيراعوا من الحالات دي بيبقوا مدربين، لان شوفي حضرتك في كلامك ان الموضوع مش بيبقى سهل. الموضوع مش سهل، بس يعني لازم يبقى فيه خبره، لازم يبقى فيه رحمه طبعاً. لازم يبقى فيه صبر كمان على الشخص اللي قدامي عشان اقدر اساعده. ان يبقى فيه رحمه، يبقى فيه ان انا الناس دي بتبقى قد ايه محتاجه عطف، محتاجه حنان، محتاجه تحس ان هي موجوده. واللغه يعني في اللي ما بيتكلموش، في اللي عندهم مشاكل عقليه، في اللي كويس ويقدر يستوعب مني، فدي برضو بتبقى محتاجه مهارات بشكل معين. طبعا كل ده شغل الاخصائيين. بيشتغلوا على ده، سواء الاخصائي النفسي او الاخصائي الاجتماعي. في ناس اساسا بتبقى جايه عندها صدمه ما بتتكلمش، بتقعد فتره بعد كده بتلاقيها بتتكلم. في ناس بتبقى بتتكلم بس رافضه تحكي اي حاجه عن حياتها وعن اللي عاشته وعن كل اللي فات، بتبدا معاكي من النهارده. برضو بتصبري عليها فتره لحد ما بتقدر تاخد على المكان وبتبتدي تتكلم. وفي ناس ما بتتكلمش اصلا. يعني ممكن ناس ما تبقوش عارفين عنهم اي حاجه غير الوقت الحاضر بس انا فلان فانا قاعد معاكي وبس.
ما اقدرش اجيب اي حاجه بقى عن حياته السابقه. الناس دي بتتعرض لكم اهمال نفسي واهمال بتبقى فعلا جايه محتاجه ترميم، اعاده ترميم من اول وجديد عشان يقدروا بعد كده فعلا ان هم يفيدوا المجتمع او على الاقل ان هم يعيشوا. يعني اصعب الحالات اللي جات لكم كانت ايه واللي انت ما تقدريش تنسيها ابدا؟ لا في حالات كتير، في حالات كتير صعبه جات لنا. احنا يعتبر كل الحالات اللي بتجي لنا حالات صعبه، ما فيش سواء بقى صعبه صحيا سواء صعبه نفسيا. احنا يعتبر الدار الوحيده اللي في مصر بتستقبل جميع انواع الحالات، احنا ما بنناقش. طب اللي بيبقوا موجودين داخل الدار ازاي بتقدروا ان انتم يعني مثلا انا وانا داخله الدار شفت ناس واعيين جدا جدا، وناس ما بتتكلمش وناس عندها مشاكل عقليه، ازاي انتم بتقدروا تفصلوهم او ازاي بتخلوهم ينسجموا كلهم مع بعض؟ ما هي انت كل دار هتروحي هتلاقي فيه الفئه المنسجمه مع بعضها. يعني هم انت عندك حد ممكن يبقى مريض عقلي بس مش عدواني، فمش هيأذي بقية الناس اللي موجودة معاه. تمام. عندك حد عاقل بس ده كبير السن ضعيف البنية اللي هو بينطبق مساعدة. عليه بالظبط، بينطبق عليه المعايير ان هو يبقى موجود معانا في الدار. فانت هتلاقي عندنا عاقل، هتلاقي عندنا حد مريض نفسيا، هتلاقي حد مريض عقلي، هتلاقي حد بس احنا عندنا في المؤسسة مركز تصنيف وتوجيه. يعني ايه مركز تصنيف وتوجيه؟ احنا بناخد جميع الحالات وبنبدأ نقعدها عندنا فترة، نعمل لها اعادة تأهيل ونبدأ نحولها. اللي محتاج يتحول للنفسية بنحوله نفسية، اللي محتاج يتحول للعقلية بنحوله عقلية، بنحاول يعني بنعيد توجيههم مرة تانية. انتوا في ناس بالفعل تعافوا تماما وخرجوا تاني للحياة؟ عندنا ناس كتير تعافت تماما وخرجت، خرجت من الدار وقدرت تكمل حياتها واشتغلت وبقت فرد طبيعي في المجتمع. المهندس محمود كان لسه بيقول لحضرتك احنا كان عندنا لسه فرح قريب، فرح جماعي لشباب من داخل المؤسسة. الشباب دول احنا الحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نعمل لهم زي مشاريع بسيطة او مشاريع صغيرة يقدروا ان هم يرتزقوا منها. في منهم اللي اشتغل معنا في الدور وفي منهم اللي عملنا له مشاريع خارجية برا، وهم بقوا اشخاص طبيعية. حتى عندهم اللي في منهم عنده مشاكل صحية متابع معنا وبيجي يكمل، لان في مشاكل صحية هتفضل الى ما لا نهاية ما بتنتهيش، فمش معقول هيوقف حياته عشان خاطر مشكلة صحية. بالزبط. كلنا بالزبط. في حياتنا في ناس كتير جدا بتشتغل وبتتعامل وعندها مشاكل صحية، ما فيش اي مشكلة خالص. انا بشكرك يعني في نهاية حوارنا، وانا سعيدة بيكم جدا جدا، وسعيدة ان احنا النهاردة ساعة مع نبال موجودة في معانا لانقاذ انسان، ويا رب دايما يبقى منكم كتير يبقوا موجودين في مصر. وبرضو يعني عايزة اقول ان الناس السلبية اللي بتطلع وتتكلم دايما ان ما عادش في الدنيا خير والناس ما عادش عندها رحمة، لا، في ناس لسه عندها رحمة، في ناس لسه بتحب الخير، في ناس اهو احنا موجودين النهاردة في مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان عندهم رحمة وعندهم إنسانية وعندهم فكرة عظيمة محتاجة ان احنا كلنا نساندها وندعمها. أتمنى النهاردة أن نكون وصلنا الصورة من داخل المؤسسة، عرفنا الناس دي بتعمل إيه، مش مجرد شوية فيديوهات بنتفرج عليها ونتعاطف معاها وقتي على تليفوننا ولا على شاشة التلفزيون. لازم التعاطف يبقى مستمر، لازم العطاء يبقى مستمر، عشان هي دي السعادة الحقيقية، هو ده أساس وجودنا والهدف اللي ربنا جدنا ليه في الحياة.
كان لازم قبل ما ساعة مع نبال تنتهي يكون معانا النجم العالمي المطرب مدحت آسر، واللي واخد شهرة هنا في الدار يعني كبيرة جدا. أهلا بك يا مدحت. أهلا بك يا سيدي. منورنا في ساعة مع نبال. منورة ومشرفة مع نبال. هتسمعني إيه بقى؟ هسمع حضرتك الموال أو جزء من أغنية الأستاذ عبد الحليم حافظ السواح، وبرضه الجزء الأول من أغنية أما براوة وأغنية بين الهوى. طب يلا يلا ورينا. سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا في غريب، والليل يقرب والنهار سواح وماشي في البلاد سواح، والخطوة بيني وبين حبيبي براح، مشوار بعيد وانا فيه غريب، والليل يقرب والنهار روح. زي ما انتوا شايفين كل فرد موجود في الدار له طابع وله شخصية وله روح، في بسمة جوه الدار، في حب، في رحمة شفتها حتى بين الموجودين جوه الدار مش بس الموظفين. بجد لازم كلنا نيجي مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، لازم كلنا ندعم الناس دي، لازم نقدم مساعدتنا للناس الموجودين داخل الدار. كلنا بندور على السعادة وكتير مننا مش عارف طريقها فين، مع إنها بسهولة قوي نقدر نوصل لها. السعادة الحقيقية في العطاء، السعادة إنك تساعد إنسان وتغير حياته وتديله أمل إنه يقدر يعيش ويبدأ من جديد. كنا النهاردة في معانا لإنقاذ إنسان، مؤسسة قامت بالاكتفاء الذاتي، فكر شباب عايزين يقدموا حاجة مميزة، عايزين يدعموا الناس بجد، عايزين يساعدوا بجد. النهاردة كان لازم نكون موجودين جوه الدار، كان لازم نشوف الناس دي من قريب، كان لازم نحس بالمشاعر اللي احنا حسناها النهاردة وشفناها وهم كمان حسوها مننا. ده مش كلامي على فكرة بس، ده كل التيم اللي موجود وكل فريق عمل ساعة مع نبال النهاردة عنده نفس الإحساس والشعور إن قيمة الإنسان في العطاء، في اللي بيديه، في إنه يساعد إنسان ويغير حياته وينقله من الضياع للحياة من أول وجديد. برا السور دنيا تانية، وجوه الدار ناس فقدوا حياتهم وفقدوا أهليهم، والدار دي جمعتهم تاني وحسستهم بالألفة والمحبة وإن الدنيا لسه بخير. أتمنى إن كل اللي بيسمعوني النهاردة يجوا الدار ويدعموا الناس دي لأنها فعلاً محتاجة الدعم. كل ساعة في ساعة مع نبال مختلفة، الهدف ندي وعي، ندي ثقافة، نغير فكر، نغير طباع أو حياة بتاعت كل إنسان. السعادة موجودة قدامكم، تقدروا توصلوا ليها بسهولة. أشوفكم على خير، تصبحوا على خير.